هشام كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. سريعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد بنبارك اكيد لكل الجهاز الفني سواء مستر مارتن كل كمان الكابتن طارق سليمان كل مش عايزين طبعا نقول اسماء. مرحله جديده ومهمه جديده خلال الفتره القادمه بنشوف ازاي حضور الراجل المؤتمر الصحفي والاهتمام الاعلامي الكبير جدا كابتن سيد. طبعا ده وضع طبيعي جدا لمدير فني النادي الاهلي فالتغطيه طبعا بتناسب الحدث لكن زي ما قلت يعني في الاول والاخر هو شغل ومرحله صعبه وان شاء الله الرحمن نعديها بشكل كويس وان شاء الله الرحمن باذن الله نوصل اللي احنا عايزينه والاهداف اللي احنا عايزين نحققها. عندنا مباراه النهارده وعندنا مباراه كمان مع جيم الاثيوبي باذن الله مباراه العوده وبعدين مباراتين في المرحله ديت وان شاء الله الرحمن الامور تبقى كويسه باذن الله. عارف يمكن من تاكيدك على طول كابتن سيد ان الاختيار كان فيه تاني بشكل كبير جدا للمدير الفني كابتن محمود الخطيب. الشخصيه مهمه والاصرار النادي الاهلي ليه متطلبات عديده جدا وكثيره جدا على ما اعتقد بشكل كبير بتنطبق على مستر مارتن لاسارتي. يمكن هو عنده اصرار وعنده عزيمه واضح من كلامه بشكل كبير جدا كابتن. يبقى التوفيق باذن الله ان شاء الله الرحمن يبقى التوفيق حليفنا ان شاء الله. خلينا نشتغل وخلينا ننتظر وخلينا نشوف الدنيا صندوقها مخبينا ايه فان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه لكن في الاخر اللي تملكه هو الشغل. يعني مباراه النجوم انا عارف انت تطلع من هنا المؤتمر مباشره على الفندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي ومباشره بعدها مباراه العوده. كيف ترى المباراتين في الوقت القليل جدا يا كابتن سيد؟ نتعامل مع الموقف بقى خلاص يعني مش عايز اتكلم في لا مبررات ولا ظروف. خلينا نتعامل مع الموقف ونعدي ان شاء الله. الرساله الاخيره لكل اللاعبين بعد اكتمال الجهاز الفني قياده فنيه جديده كابتن سيد عبد الحفيظ بخبرته الكبيره يقول لكل لعيبه النادي الاهلي على المرحله القادمه. مراحل الحياه بتعدي بيك ففيها مرحله بتبقى فيها تحديات يعني بيبقى فيها نوع من النديه والعناد في بعض الوقت يعني فاعتقد احنا في مرحله تحديات فان شاء الله الرحمن على الجميع ان هو يثبت ذاته ويثبت امكانياته وقدراته وده مهم يوصل للناس كلها. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا الكابتن سيد عبد الحفيظ تحدث في المؤتمر الصحفي والمدير الفني ايضا كمان تحدث في المؤتمر الصحفي على شخصيه المدرب وشخصيه المدير الفني ومتطلبات الفتره القادمه لفريق النادي الاهلي. بالفعل اكتمل الجهاز الفني بعد الاعلان اليوم مستر مارتن لاسارتي للمدير الفني وباقي طبعا اعضاء الجهاز الفني. ان شاء الله كل الدعم وكل المسانده وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني مجلس الاداره الجميع ان شاء الله على قلب رجل واحد. بدايه من اليوم مباراه النجوم ومنها مباراه العوده مباراه تجيما بطل اثيوبيا. ان شاء الله امير خلال الفتره القادمه تكون فتره انتصارات لفريق النادي الاهلي. برجع لك امير في الاستوديو وكل مشاهدينا. بشكرك يا كريم شكرا جزيلا عن هذا اللقاء الهام مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد عبد الحفيظ.